سفيان خلينا نكتسل المسلسل حتى جينا نهضروا معك. حنا سفيان بعدا حنا كان عرفت بان كان وقع واحد المشكل مع حكام في الماتش ديال الكوكب الكبار مع الاسبوار. حنا كنا عارفين كل شيء ولكن ما بغيناش ندخلوا في القضيه باش نبقاو بعيد عليها وما نكونوش مأطرين حتى شي حاجه. سفيان فين وصلت القضيه اليوم؟ اليوم ريحت مع المكتب المسير فريق كوكب مراكشي، زدت عام في العقد ديالي باش نمشي اعاره لفريق جمعيه سله، وكتبت التزام باش على المشكل اللي وقع مع الحكام تحل المشكل. كنت تعرفوا كل شيء بالسبب تاع السي بالقاضي والسي صابر، والان ان شاء الله نلتحق غدا ان شاء الله بتدريب فريق الجمعيه السراويه. سفيان حنا تبعنا معك كل شيء والحمد لله القضيه بينك وبين الحكم اللي كان وجهوا لي التحيه سي توفيق الدحيمي الحكم ديال عصبه الجنوب. الحمد لله جلسنا وحضرنا لانه كان بيناتكم الصلح ومشيتي لمقر العصبه واعتذرتي اليوم. شنو اللي وقع دابا ملي سالت سفيان عاد قلنا شنو اللي وقع بينك وبين الاربعه؟ كان سوء تفاهم، اي لاعب يقدر يطيح فيه. من بعد سالت المقابله وكو لقيت راسي بانني انا اللي خاطئ وتقادت الموقف، والان انا صافي مع الحكم قضيه يعني كان الصلح في القضيه والحمد لله دابا مع الكوكب تاعهم. الكوكب دابا شنو الوضعيه ديالك معاهم؟ صافيه الامور القاده؟ الصباح مع ال11 ريحت مع جميع الاعضاء فريق المكتب المسير فريق الكوكب مراكشي، طلبت منهم اعتذار برساله وتقبلوا مني الوضع وتنشكرهم وتنبغي نبلغ من هذا المنبر هذا المسامحه للاعبين والمدرب والطاقم التقني، لان درت خطا والان انا تنقولها وتنتحمل هذاك الخطا وتنعتذر بزاف للسي هشام بدمعي. سفيان دابا الامور مشات شي غرامه؟ كانت شي غرامه هي تحييدات ولا باقيه؟ كانت غرامه تاع 40000 درهم الصباح تحييدات. يعني الحمد لله الامور دابا زدتي عام. شحال ولات في الكونترا ديالك مع الكوكب؟ بعد العام 3 سنوات. 3 سنين دابا غتمشي تلعب بريطي في هذا العام هذا. شنو دابا اللي واضع في دماغك سفيان؟ انت باقي صغير، الكل تيتنبأ لك بسميتو، ولكن بحال هذا غلط بحال هذا راه غادي ياثر عليك اكيد. دابا انت شنو اللي استفدتي من التجربه هذه وشنو اللي داير بين عينك دابا؟ استفدت باش ما باقيش نتسرع في اي حاجه بغيت نديرها نفكر عاد نديرها، ودابا داير في دماغي نمشي نلعب الكره واي ما تنفكر حتى حاجه اخرى من غير كره. وكاين سي عزيز الخياطي اللي بغيت تعاون معايا تما، وتنتمنى من الله ان شاء الله ندير موسم جيد في فريق سله. نتمنوا لك التوفيق سفيان، ونتمنوا تكون اخر الاغلاط واخر الاخطاء لان انت باقي كنتسناو منك بزاف ان شاء الله، ونتمنوا لك الخير ان شاء الله. شكرا لك بزاف يا سفيان. شكرا لك. شكرا.